بالنسبة للمقادير ديال المسمنات، أنا كندير هنايا، كنغلب الفرص على الفينو، ولا كديرو القمح، القمح كتجي أحسن. عندي هنا 700 غرام، وهنا عندي 300 كيلو، عندي معلقة ديال الملحة وشوية ديال الخميرة معجونة، كندير الخميرة معجونة، مكنديرش خميرة الحلوة. بغيتو ديرو معلقة العسل ديرو، بغيتو ديرو السكر ديرو، أنا كندير الفاني باش كيعطي واحد لوكو زوين وكيتكالو مزيانين. وبطبيعة الحال باش كنورقهم بالزبدة والزيت كنخلطهم، هادشي اللي كاين. غرب العناصر كلها وغادي تعجن، غادي نعجن غير ما بارد ونتلقى بكم. العجينة ديالي تعجنات، غادي نقطع الكويرات يكونوا متساويين، باش غنعبرهم ندير فيهم 100 غرام ولا 150 غرام في الوحدة، ونتلقى بكم ان شاء الله. هاهما درت فيهم 100 غرام وكورتهم، دابا ندير غطيهم بالسلوفان خليهم يرتاحوا واحد شويه عندنا نخدم فيهم. غنوريكم جوج ديال الشكيلات. دابا انا سرحت هادي، هيا غندهنها بالزبده والزيت. انا الزبده كنخليها بومباد وكنخلطها شويه الزيت بحال هكا، بواطا كندير الزيت هنا وكنخلطو بيدي وكندير بها هكا، ندهن بها هكا وغادي نقطع، يكونوا الشرائط مقادين. كتجيك ساهله الملويه بحال هكا، وكتبقاي دير وحده فوق وحده، انتي كتلوي فيها بحال هكا. بغيتو ترشوها بالسمين ولا بالفينو رشو، انا ربيتو هكا عادي. حتى كتكملوا حتى الاخير، هيا عندنا وكنخليوها ترتاح. انا ما نريحهاش، خليوها تكديرو هكا بزاف كتخليو يرتاحوا، عاد من بعد كتبقاو تلويهم بحال البلوي ديالكم عادي. ساهل هذا، كيجي ساهل، اسهل ملوي بحال هكا. اما ديرو لتحت ولا بحال هكا، وكنخليوها ترتاح ونهبطوها. نوريكم الشكل الاخر عاوتاني، هو ساهل. كتسرحوها رقيقة، اللي بغا يدير الفينو ديرو، انا ما درتوش في الرشاب ولا السميد رقيق، انا خليت غير الزبدة والزيت. او ترقوها مزيان، ديروا على شكل مستطيل، ما ديروش دائريه باش يجيكم مزيانه داك الفرفاره اللي غنديروا، ولا اي لا ملوي ولا اللي كان باش تقطعوا. ندهن بالزبده والزيت، وكنجيب هذا بحال غندير بحال لي بلي بحال هكا بقى غدا، وانا كندير في لي بلي. هذا راه كتعمروا حتى بالخليع كتجي زوينه، حتى هي كنخليوها ترتاح ونجبدوها شويه ونبقاو نلويو هكا نفس الطريقه بحالهم جوج. نهبطوها ونكمل الكميه ان شاء الله كلها، ونتلاقى بكم ونوريكم كيفاش غتجمدوا. كنجيبو ملي كنكمل هذا الشيء كنخليه يرتاح باش يجيني فاسيلمون باش نهبطو. كناخذ واحد الطاوه ولا بلاطو عندكم، كتفرشوه بالسلوفان وكتبداو تهزو من الاولى بحال هكا، وتهبطوها شويه ما تخليوهاش بزاف بحال هكا.
تبارك الله، كيلو كيخرج 16 وحده، اي حد درتهم كبار شويه 100 غرام في الوحده، باش تدير مع صغيره نديرهم. حيت مازال ما بغيت طيبوهم راه غادي تنزلو كثر من هكا، طرقوهم. دابا نغطيو عاوتاني بالسلوفان وغادي ندخل من المجمد هكا خضرين، حتى نبغي هكا قرب الفطور ان شاء الله بواحد نص ساعه ونجبدهم ان شاء الله، نخليهم حتى يديكونجلي ونطيبهم بحال يلاه صوبتهم. طريقه عمليه غتعجبكم ان شاء الله، وغادي ترحموا عليا بها الوالدين، ترحموا عليا بها على الوالدين ديالي. ندير عاوتاني طبقه اخرى ديال الحلوي هكا، هاد المره غادي نلصقهم هنايا قدامي عاد باش نحطهم بحال هكا. تبقاو حتى تكملوا الكميه اللي عندكم. نتهنيكم ديك التمارة ديال الوقفة ديال النهار كله في رمضان، واحد الا كان خدام يجي بعدا يجي يلقى كلشي موجود المسائل ديالو. غنكمل ونتلاقى بكم باش نطولش عليكم الفيديو. دابا غطيتهم كلهم، ما تخليتش حاجة تدخل ليها هكا البرودة ولا، وإلى المجمد إن شاء الله إلى وقت الأكل. بلا يتجمدو نوريكم. انا درتو كميه كبيره، كتقدروا من تجبدوهم كديروا في بلاستيك، كديروا العدد اللي بغيتو وكتقدروا تجبدوهم النهار. بغيتو ثلاثه كديروا ثلاثه، بغيتو اربعه اربعه، بغيتو جوج جوج، كتديروا في بلاستيكات وتجبدوهم كل نهار ورزقو. المسمن ديالي ها هو جمد، شفتو نحيد كي ولا. دابا هذا نديرو في بلاستيك في شي بواطه، ولكن نفرق بيه بالبلاستيك بحال هكا ونخليه. دابا انا غنجبد شي وحيدات غادي ان شاء الله نطيبهم. كتجبد غير يترخاو هنا، انا غير جوج باش نوريكم كيفاش كيكونوا. نخليو كتخرجهم واحد السويعه بحال هكاك يترخاو ونطيبهم باش تشوفوا كيفاش كيجي. هما لي فون دو بيتزا اللي درت معاكم. انا دابا جبتهم من الكونجيلاتور خليهم حتى ترخاو شويه، درت لهم الحشو ديالهم وغنديرهم. كتجيني القضيه سهله، المسمن ديالي هو الطرخه شفتو. دابا غادي نبسطو ونديرو في المقله ان شاء الله. حطوش في المقلاة في الأول صافي، مديروش الزيت بزاف، هاديك الزبدة ديالها راه كطيبها. ملي ترخف ليكم ما تقرصوش، تخليوه يبقى يترخى، عاد تقرصو لوحو في المقلة. شوفو الطريقة كيفاش دايره، كيفاش كتجي واخا راه باقي سخونه. هانتوما شتي كتجي مورقه زوينه، نتمنى تجربو يعجبكم. نتلاقاو فيديو جديد وصفه جديده، والى الملتقى. ما تنسونيش من الدعاء ديالكم، وتبارك الله عليكم.